شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم هدايات من آيات الصيام. ضيف هذا البرنامج الدائم وصاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور طه بن عابدين بن طه، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى في مكة المكرمة. مرحبا دكتور. حياك الله فضيلة الشيخ عبد العزيز. الله يجزاكم الخير. حيا الله المشاهد الكريم، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. شيخنا الكريم، بين يدي كتابكم المبارك إتحاف الأنام بهدايات آيات الصيام، أسأل الله عز وجل أن يجعله من العمل المتقبل. اللهم آمين. إن أذنتم أن نبدأ معكم في الحديث حول فضائل الصوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن سار على نهجهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. الصيام من العبادات العظيمة التي شرعها الله عز وجل في سائر الشرائع، وهو ركن من أركان الإسلام، وكذلك هذا الصيام شرعه الله عز وجل تطهيرا لقلوبنا وعافية لأبداننا ومغفرة لذنوبنا ورفعة لدرجاتنا. فرضه الله عز وجل في شهر عظيم من أعظم أشهر العام، تصفد فيه الشياطين وتفتح فيه أبواب الجنات وتغلق فيه أبواب النيران. والصيام له فضائل كثيرة فضيلة الشيخ، ولكن من أبرز هذه الفضائل الفضيلة الأولى بأن الصيام يوصل إلى التقوى. الله عز وجل في كتابه العزيز عندما أراد أن يرغب العباد نحو هذه الفريضة العظيمة قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا، نادانا الله بهذا النداء: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والتقوى هي غاية العبودية، لأن الله عز وجل في أول نداء وجهه الله عز وجل في القرآن الكريم للناس قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. لعلكم، يعني تحقيق التوحيد الثمرة أن نصل إلى التقوى، وهو خلاصة الاتباع لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا واضح في قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما. وطبعا عندما يقول الله عز وجل بأن هذا الصيام يوصل إلى التقوى، هو إنه المسلم يدرك ماذا يعني تحقيق التقوى. إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين في مقام أمين، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فلهذا هذه الفائدة الأولى من فوائد الصيام. شيخنا، كلمة لعل في القرآن لها معنى، لعل لها معنى يختلف عن معاني. نعم، هي متحققة بإذن الله عز وجل. إن فعلتم ذلك بإذن الله عز وجل صرتم من المتقين، وصرتم من أهل جنة النعيم، وصرتم كذلك من الفائزين بهذا الخير العظيم. إذا فهي على اليقين. نعم، على اليقين. كذلك الصيام سبب لثواب عظيم لا عدل له يا رب. طبعا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: الصوم لي، الصوم لي، الله أكبر، وأنا أجزي به.
ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يدح شهوته وأكله وشرابه من أجل، والصوم جنة وللصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. انظر إلى هذا الحديث وهو قد ورد في الصحيحين، النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينقل لنا هذا الحديث القدسي عن الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في هذا الحديث: الصوم لي وأنا أجزي به. وفي الرواية الأخرى إنه الحسنة بعشر أمثالها إلى 700، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه واحدة، يعني ثواب الصيام ثواب لا حدود له. القضية الثانية في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدع شهوته وأكله وشرابه من أجل من؟ من أجل الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن من يترك شيئا لله فإن الله سيعوضه أعظم مما تركه سبحانه. وانظر إلى الفضيلة الثالثة في هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والصوم جنة، ستر للإنسان، وفي رواية: جنة يستجن بها العبد من نار جهنم. وهذه فضيلة عظيمة جدا هذا الصيام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، يوما واحدا في سائر أيام السنة، فكيف إذا صام هذا اليوم في رمضان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: للصائم فرحتان. أين هذه الفرحة الأولى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرحة حين يفطر، حين يفطر هذا الصائم. أولا يفرح فرح يدركه الجميع بأننا عدنا إلى الأكل وعدنا إلى الشرب وعدنا إلى يعني التمتع بشهوة الجماع. لكن الفرح الذي يدركه المؤمن هو أنه يفرح لأنه فعل ما أوجب الله عز وجل عليه. الله أكبر. ولهذا للصائم فرحتان، هذه فرحة الدنيا، وما من صائم إلا وهو يشعر بها. أين الفرحة الثانية؟ يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وفرحة حين يلقى ربه يوم القيامة. بأي شيء يفرح؟ يفرح بعظم الأجر والثواب الذي ادخره الله عز وجل للصائمين. ولا شك أن ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم هو متحقق صلى الله عليه وآله وسلم. بل يقول: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. المسك هو أعظم الطيب، ولهذا أحوال الصائم هي أعظم ما تكون عند الله عز وجل. فلهذا الصيام يعني له فضائل عظيمة. وقد جاء في الحديث عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة. عاوز عمل يركز عليه يدخله الجنة. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ولهذا روى إنه أبو أمامة كان لا يرى في بيته الدخان إلا إذا نزل به ضيف. يا الله. النبي صلى الله عليه وسلم يبين له يعني فائدة هذا الصيام. هو جاء وسأل عن شيء واحد، إنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدله على عمل يدخله الجنة، مثل الذي يقول: إن شرائع الإيمان علي قد كثرت فدلني على شيء أتشبث به. عاوز حاجة واحدة، بعض الناس يريد ذلك، يركز على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم حثاه على أنه يلتزم هذه العبادة العظيمة. بل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ذكر في حديث عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد لهم دعوة. طبعا الدعاء من أعظم يعني ما يريد المؤمن، إنه إذا دعا الله أن يستجيب الله عز وجل لنا هذا الدعاء. وأي شخص يرفع يعني يديه يريد أن يتقبل الله عز وجل منه هذا الدعاء، وهو يدرك أن الله عز وجل يعطي بلا حساب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم من باب التشجيع على هذه العبادة ومن باب التشجيع على هذه الفريضة
قال صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم. والحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نهار الصيام فرصة للدعاء، وخاصة في سجودك، وخاصة في أدبار يعني أذكارك وصلاتك، إن الإنسان ينبغي له أن يكثر يعني من الدعاء. شيخنا تأذن لي بسؤال. تفضل. ذكرتم في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه: إلا الصوم فإنه لي. نعم. لماذا نسب الله عز وجل الصيام لنفسه العلية مع أن كل عباداتنا لله عز وجل؟ طبعا في رواية أخرى غير الرواية التي جاءت في البخاري ومسلم، نعم، هي في رواية أخرى في صحيح الإمام مسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أنت يمكن أن تأكل وأن تشرب وأن تجامع ولا يعلم بذلك أحد، ولكنك أنت عندما تركت هذه الأشياء تركتها أنت إخلاصا لله تعالى، وكذلك عبودية وقربة ومراقبة، لأنك تدرك ذلك. وكون الله عز وجل هو جميع الثواب من الله، لكن هذا الاختصاص حتى يدرك المؤمن عظم الأجر والثواب الذي ادخره الله عز وجل للصائمين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا في هذا الحديث: إلا الصوم فإنه لي. جميع العبادات هي لله، لا يقبل الله عمل إلا إذا كان خالصا لوجهه، ألا لله الدين الخالص. ولكن هذا الاختصاص حتى ننتبه إلى عظم الأجر والفضل والثواب الموجود في هذه العبادة. نسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا هذا الفضل وهذا الثواب العظيم في هذه العبادة الكريمة التي نحن يعني نستقبل هذا الشهر العظيم في هذه الأيام المباركة. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ طه بن عابدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرى بمكة المكرمة. شكرا لكم أنتم أيها الكرام. كان معنا صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور طه بن عابدين، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة أم القرى، وحديث حول هدايات من آيات الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر،